بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بنا على حبيب النبي، وتعالى تعلم درس جديد النهاردة بإذن الله تعالى. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم حل مشكلة الإيرور دوت بيحصل لما بيجي يتنزل الكود إلى الأردوينو نانو. طبعا احنا عارفين الأردوينو نانو، طبعا الكود دوت أو المشكلة دي بتحصل لما بتيجي يتنزل الكود حتى لو برنامج فاضي زي اللي انت شايفه. حل المشكلة حل بسيط جدا ما فيهوش اي مشكلة، اللي هو هتيجي هنا تضغط على تولز وتتأكد اول حاجة اللي انت مختار نوع الاردوينو نانو، وتاني حاجة البورت اللي انت موصل عليه اليو اس بي بتاع الوصلة بتاعت الداتا اللي هي بين الكمبيوتر وبين الاردوينو. كل اللي انت هتعمله هتغير نوع البروسيسور، وهتختار تاني واحد دوت اللي هو اتميجا 328 بي اولد بوت لودر، تمام. بعد كده هتعمل ابلود عادي، هيبدا يحمل معاك بدون اي مشكله، والايرور دوت مش هيتكرر تاني. اهو بيعمل ابلود نوت كده، اهو الكود اتحمل. دي بالنسبه لحل المشكله، أتمنى المشكلة تكون سهلة بسيطة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المهندس محمد عبد البري إسماعيل من قناة MBI، وإلى اللقاء في دروس أخرى بإذن الله تعالى.